D1FM 91.2. اليوم عدنا أن يكون تجمع عمالي، تجمع كذلك يضم المجتمع المدني تعبيرا عن استنكارنا لما يقوم به الصهاينة من عمليات تقتيل وحصار لشعبنا الفلسطيني ودعم ل أبنائنا وأخوتنا وشعبنا في فلسطين الحبيبة اللي قاعدين يواجهوا في صهاينة بالحجارة بشجاعة كبيرة، وبالطبيعة نعتبروا أنه هذه انتفاضة ثالثة للشعب الفلسطيني. على العرب أنه يستفيقوا، وعلى العرب أنهم يسندوا هذا الشعب الأعزل، هذا الشعب اللي بقي الشعب الوحيد الذي يرزح تحت الاستعمار. فجميع شعوب العالم التي كانت مستعمرة تحررت، وبقي الشعب الفلسطيني يعاني الويلات. شعب صفاقس ينتفض اليوم، وسيواصل الانتفاضة من أجل دعم أبنائنا، من أجل دعم أطفالنا، من أجل الوقوف معهم لدحر هذا الاستعمار. الشعب يريد تحرير فلسطين.